هتستحمل المكالمة دي ولا هتخاف خير ولا هتقول لي بلاش؟ مش على هقول حسب مين. مش هقول متسجلة ايه على التليفون عشان ايه ما تبقاش فيها مشكلة يعني، لكن واضح انه قصة عشق وحب يعني. طب دي قصة عشق بالاسم اللي انت شفته ده؟ لا انت بتغزل ايه؟ ماشي بتغزل انت؟ اقنعتني مش هقول الاسم على اقنعتني. الهوا، ماشي ما مش هقوله خلينا. على الهوا ده. يا مدام الو، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام كويسة والله. انت عارفه مسجلك ايه على التليفون عارف ولا مش عارفه؟ بحاول اتجاهل الموضوع ده. انا مش هقول، ماليش دعوه، انا مش هقول. بس ازاي هو الموضوع ده يا كابتن؟ اي حد بيشوف في النادي مثلا لما التليفون بيرن بيستغرب من الاسم، اللي هو انت ازاي عامل كده وهي عارفه؟ اقول له عادي يعني. هو مسيطر كده ولا هي لا مديه مش لك؟ سيطره، هي بس بتتجاهل، هي بتطنش الموضوع بتعدي يعني. هي مديه لك اليوم حق، انت مديه له حق بالسيطره يا مدام ولا ايه؟ لا لا خالص والله، الموضوع بينا مش سيطره من اي طرف من الطرفين يعني، الموضوع بينا فريندلي اكتر يعني، طبعا منافسه. واضح الجميل ان انتوا صحاب يعني، ما شاء لا الله. الحمد لله الموضوع ما فيهوش سيطره من اي جانب من طيب الطرفين قولي يعني. لي بقى ايه اجمل حاجه في رامي؟ خلينا نبعد عن الكوره شويه، اجمل حاجه في رامي. مش هتقول حاجه. لا ليه؟ لا تديها فرصه بقى، ما بطل بقى الجبروت بتاعك ده. هتقول جو بقى اجمل حاجه استوديوهات في ايه وبتاع. يا مدام؟ سيبك منه، اعتبريه مش قاعد معايا. انا اللي باقي لك. لا انا فاهمه، انا فاهمه انك جاي نايس. قد ايه على البرنامج يا كابتن؟ مش عارفه اجيب يعني نفسي. انا ممكن نقعدوا لك هنا 4 ايام، مفيش مشكله. بس خلاص انا اروح حلو لامي قوي. بقى ولا تقولي لي حاجه؟ لا والله رامي في يعني، يعني في حاجات كويسه كتيره قوي بصراحه، هي اللي شدتني ليه من اول مره. طب انا قولي حاجه من الحاجات الكتير. حاجه لا كاريزما، طيبه، حنيه حلو. بصراحه يعني، من المواقف اللي انا تعرضت ليها كانت شديده قوي فيها، وهي وفاه والدي الله يرحمه. بصراحه وقفته جنبي لحد النهارده، لحد قبل ما يجي لحضرتك. بصراحه لقيتني بيه اكتر بكتير يعني، نعم متعاطف معايا جدا، بيقول لي طب انت ايه اللي يرضيكي اعمله الانكل؟ كل حاجه بصراحه هو معايا فيها يعني. اكتر غير يوم ان هو طبعا نعم اب حنين قوي يعني، عشان خاطر عليا. اكتر والله هو بيحب عليا قوي، وبحب ما شاء طريقته مع الله عليا قوي. ما شاء الله. اكتر يوم رجع لك الحمد فيه لله. فرحان؟ اكتر يوم رجع لي فيه فرحان اليوم اللي هو دخل فيه الجون في الترجي. انت اصلا اهلاويه ولا ما كانتش؟ هي مش دارينا في لا حاجه كده. هي ايه، مالهاش علاقه بالكوره؟ بابا الله يرحمه كان زملكاوي متعصب. لا بتهزر. واخوها زملكاوي متعصب لحد دلوقتي ممكن يعيط. لا والله. والله بجد. انت سببت له في عياط كتير. وباباها الله يرحمه كان ممكن ضغطه يعلى. لا والله. في كوره جت في ايدي في ماتش في الدوري، مش جت في ايدي، هي جت في جنبي هنا كده، فقالوا ان هي جت في ايدي وبتاع. كنا في الماتش اللي احنا كسبناه 3 ده. كلمني بعد الماتش بابا، قال لي بذمتك ما كانتش في ايدك. انت بتكلمني عشان يا نهار ابيض. مش عارف يا كابتن، لو كان في مثلا ماتش الاهلي والزمالك في نفس الوقت مثلا مع فرق مختلفه، بابا كان يفتح مثلا تلفزيون عليه ماتش الاهلي وتلفزيون عليه ماتش الزمالك، ويقعد من هنا. لا 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 والله. انا عارف انا بشجع مين، بس انا مش عارف انا بشجع الزمالك ازاي. ايوه اتمنى. لا يقعد يقول لي اتمنى الزمالك يكسب. بس انت تبقى كويس. الاكتر يوم رجع لك فرحان كان ماتش الترجي. ماتش الترجي عشان كنت قبلها بيوم قلت له رامي انت هتجيب جون وان شاء الله هنكسب بالجون بتاعك. اكتر كنت ساعتها انا في الاستاد اصلا يعني، كنت مصدقه نفسي بجد. والله اكتر مره اكتر مره زعل فيها معروفه طبعا. الماتش اللي فات الماتش السوبر اللي فات الافريقي. رامي ما شاء الله، رامي مش مجرد مثلا بيشتغل في الاهلي او هو لاعب في الاهلي، رامي بجد بيحب الاهلي قوي يعني. هو بيقول لي نادين، انا يعني حياتي كلها. فاليوم ده هو فعلا كان زعلان قوي قوي قوي، بيقول لي كلنا أنا كلنا كلنا والله كلنا والله. دي حقيقه دي حقيقه. طيب. بس والله كنت بقعد اقول له يعني الحمد لله على كل حاجه، مش طبعا الكوره طول الوقت مش عايزه كلام، مش عايزه يعني. طيب اسالك بقى، بيحب ياكل ايه؟ لا ده هو اللي يقول بقى. لا قولي يعني، هو مثلا انا اعرف بقى. تطبخ ولا تعرفش تطبخ؟ تعرف تطبخ؟ لا تطبخ كويس. لسه كانت عامله لي اكله حلوه قبل ما والله. عامله لك ايه؟ فاهيتا وبتاع. فاهيتة ايه؟ مفيش. ما هو الاكل القديم ده محبشات كده. خلي بالك محشي. انا كلمت طنط حصل وقلت لها علميها. ايوه. وهي اما تتكلموا مع بعض. ايوه. فما اعرفش بقى هي علمتك ولا ما علمتكيش. يعني طبعا بس الشرف ليا طبعا. بيحب مثلا المحاشي، بيحب الحواوشي، بيحب الطاجن، بيحب الترلي. رامي
كل فتره كده يقول لي نادين سندوتشات الكبده والسجق نادين بقى والليمونه عليها بيموت فيها. لا بس انت سقطت في الاختبار ده ليه؟ انا بحب حاجه معينه. ليه ايه بقى؟ صينيه البطاطس في الفرن والبطاطس باللحمه. باللحمه ومحطوطه في الفرن محروقه شويه. يا سلام بقى لو معاها بقى ايه؟ أيوة. برام رز معمر. اظن انت ما وصلتوش للرز المعمر. مستحيل. انا وصلت له. هي عملته؟ لا ما بتعمله يا كابتن. بقول لك بتعمل فاييتا. بص يا مدام على الهوا اهو، برام رز معمر في الفرن، صينيه بطاطس بشويه لحمه كده خفيفه كده بالبصل. مش ممكن. تجوعتني والله. وحيات ربنا. والله العظيم انا عازمكم على اللي سيبكم من مصطفى خالص. برضه يا رامي الباميه مني برضه. الايه؟ الباميه. الباميه بتعمل باميه حلوه. رامي الاكلات القديمه يعني الاكلات الجديده دي طبعا الباميه والفاصوليا والبسلة والطرب. أيوة والطاجن والحاجات الحلوه دي بقى بتاعت زمان دي ما فيش احلى منها يعني. بتعرف تطبخ. امتى زعلت منه؟ الضحكه دي هتقول انه ما زعلتش خالص. ده الجبروت ده يا ربي. ده ضحكتها تبين ان انا مزعله كل شويه. بس سالت حاجه. ده صعب قوي على فكره. لا هقول لحضرتك يا كابتن. قولي. يعني اي شريك حياه واي جوازه ناجحه بيبقى فيها ابس اند داونز يعني. طبعا يعني فاحنا بنتعرض لده وبنتعرض لده طول الوقت وحياتنا ماشيه ان احنا مبسوطين ونحن وكده. بس هو الفكره ان ازاي في الاخر بنعرف ان احنا نعم في الاخر ان احنا متمسكين ببعض. ربنا يبارك لك يا رب. لكن الموضوع والله احنا بنزعل من بعض. انا زعلت وهو بيزعلني لان محدش فينا يعني جات له من الخطا يعني. ربنا يخليكم لبعض ويخلي لكم عالية يا رب كده وتفرحوا بيها. هتجيبوا حد تاني بعد عالية؟ طبعا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاكم. نفسك في ولد؟ ونفسك في ولد؟ انا كان نفسي في ولد في الاول فعلا قبل عالية. لما جت عالية بقت حياتك. بقت حبيت البنات قوي بصراحة. ما كنتش ما شاء الله. اهي عالية اهي. الله عالية صوتها متألق ما شاء الله. ده بعد ماتش ايه دي؟ بعد الاحتفالية بتاعت الدوري بعد ماتش جول. ما شاء الله. ربنا يخليها لكم يا رب ويحفظها لكم وتفرحوا بيها. وان شاء الله باذن الله نبارك لكم قريب على اخ او اخت العاليه يا مدام. ان شاء الله يا رب. بشكرك. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا.